صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية التي خصصناها لمتابعة ملف الحوار الوطني. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسية واقتصاديا ومجتمعيا. والبداية مشاهدينا، حيث أشاد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بانطلاق قناة إكسترا لايف وتخصيص جزء من عملها لنقل جلسات الحوار الوطني. قال رشوان إن مجلس الأمناء سيجتمع خلال أيام قليلة للإعلان عن جلسات الحوار الوطني المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبث على قناة إكسترا لايف ووسائل الإعلام المختلفة. أضاف أيضا أن التنوع والاختلاف كان سمة مؤكدة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحوار الوطني هو الذي يصنع مستقبل الجمهورية الجديدة. أوضح المنسق العام للحوار الوطني أن مطالب وقضايا المصريين مطروحة في كل لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار ليس بديلا للحكومة والبرلمان لكنهما في تفاعل دائم مع الحوار. دعا ضياء رشوان المصريين للمشاركة والتفاعل مع الحوار الوطني عبر وسائل الاتصال المختلفة، مشيرا إلى أن هدف الحوار هو إرضاء المواطن في نهاية المطاف. ولفت رشوان إلى أنه لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني. كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انعقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية شارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة. يعد الحوار الوطني بمثابة دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص لتبادل الرؤى. والمزيد مشاهدينا الكرام في سياق هذا العرض. We'll be right back.
أيضا مشاهدينا، استعرضت الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عددا من الملفات المهمة، وناقشت الجلسة يعني مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصري، كان من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفعالة لتحقيق تلك الأولويات، بالإضافة إلى التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية. كما ناقشت الجلسة قضيتي الأسرة والزيادة السكانية. أكد المشاركون بالجلسة أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري، ولا يوجد أي اتجاه بعينه مسيطر على الحوار. يهدف الحوار الوطني لوضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، ولاقت دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار ترحيبا كبيرا بين جميع فئات المجتمع المصري. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً. حوار وطني شامل دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرمي إلى وضع رؤية شاملة للجمهورية الجديدة، دعوة لاقت ترحيبا حزبيا واسعا ممزوجا بآمال في أن يكون تدشينا لمرحلة جديدة في المسار السياسي. القوى السياسية تجتمع لتناقش مختلف القضايا في إطار رؤية مصر المتكاملة، والتي تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصري، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية، وصولا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى من مختلف الجهات والفئات. في 26 من يونيو الماضي تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية، ليضم المجلس 19 عضواً من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن المصري. واعتمد الحوار الوطني الذي يقام تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية، اعتمد 3 محاور أساسية هي المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تناقش عددا من القضايا، ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة. واستعداداً لإطلاق جلسات الحوار الوطني، تم عقد لقاء مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، وذلك للتشاور حول مجريات الحوار الوطني ومشاركتهم الفعالة في كل مراحله. ويهدف الحوار الوطني إلى دمج القوى السياسية في عملية البناء والتنمية، فضلاً عن وضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً للجميع، بجانب طرح حلول لمشكلات الفئات والطبقات الاجتماعية ووضع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، كما يسعى لخلق جبهة قوية تشارك في مواجهة التحديات الاقتصادية. استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات كان أول المقترحات التشريعية للحوار الوطني التي تقدم بها مجلس أمنائه لرئيس الجمهورية، وذلك عبر تعديل المادة 34 لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتأتي استجابة سريعة من القيادة السياسية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني، موجهاً الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة المقترح وآليات تنفيذه. في سياق متصل مشاهدينا، أشاد عدد من ممثلي الأحزاب والمشاركين في فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني بأهمية انعقاد الحوار، مؤكدين أن الحوار قادر على استيعاب كل وجهات النظر لضمان شمولية تناول القضايا. We'll be right back.
وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، ولكن المتابعة مستمرة دائما معكم عبر شاشة إكسترا نيوز. شكرا لكم وإلى اللقاء.